وللحديث أكثر ينضم إلينا من الرياض الباحث العسكري العميد المتقاعد حسن الشهري. حياكم الله عميد حسن. وبداية يعني من ناحية عملياتية واستراتيجية، كيف ترى ما يتم الآن من مناوشات، وهل له علاقة بالتطورات الأخيرة التي حدثت على الساحة الدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ عبد الله وللسيدة والسادة المشاهدين. لا شك أنه ارتفعت وتيرة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة بعد أن أصبح الإرهابي حسن إيرلو حاكما لصنعاء، ومع الأسف تضاعفت مع شديد الأسف بعد موقف الغرب وبالذات واشنطن تجاه إرهابي إيراني وميليشياتها الإرهابية في المنطقة. أنا أعتقد أنه لرفع الميليشيات الحوثية من قائمة الإرهاب شجع على التطاول على المملكة، ومن المعيب كما أرانا كمراقب أن يتاجر الغرب أو المجتمع الدولي بالقضية اليمنية من أجل مصالح خاصة وعلى حساب الأمن والسلم الدوليين والاقتصاد العالمي. نحن أمام بيئة دولية ضاغطة أستاذ عبد الله، وبيئة يمنية أكثر ضغطا على الشعب اليمني. أنا أعتقد أنه في ظل هذه الظروف نحن أمام حلول وبدائل وخيارات قبل أن يصل التحالف إلى اللجوء إلى الضرورات لا قدر الله. نعم، والآن يعني الرهانات التي يعني يراهن عليها الغرب الآن وبعض المؤيدين ستكون ذات أمد طويل، يعني ستساعد في تمديد أمد الحرب. لا شك في ذلك، والأهداف واضحة، ومن ضمنها أن تبقى المنطقة على صفيح ساخن، وأن تبقى المملكة العربية السعودية والتحالف والمنطقة تحت الابتزاز، ومع الأسف التشريع لمثل هذه الميليشيات أن تكون واقعا على الأرض، تجلس على طرف طاولة المباحثات وكأنها شريك. مع الأسف المجتمع الدولي ساهم أن تكون هذه الميليشيات شريكا في 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 الواقع أمام الرأي العام. المجتمع الدولي بهذا الدور يصبح شريك في المشكلة وليس طرفا للحل. أنا أعتقد أنه أيضا يجب على القيادة اليمنية، الرئاسة اليمنية أيضا أن تبحث عن بدائل وأن تغير من أولوياتها في استراتيجية العمليات، وأن تحرك قواتها مع الأسف في شبوة وفي سيئون وفي تعز، وهم بعشرات الآلاف إلى باتجاه صنعاء والحسين. نعم، والمملكة يعني سجلت موقفها وطلبت أن تكون وثيقة من وثائق مجلس الأمن الدولي، كذلك تحالف دعم الشرعية أكد أن ذلك يتم بتخطيط جنرالات إيران الإرهابيين في صنعاء. العميد حسن الشهري، شكرا جزيلا لك.